نحن لم نتعلم ولا نتواصى بأن نتعلم أن يكون ولاؤنا وحبنا وانحيازنا لماذا؟ إلى القيم، إلى المبادئ، إلى المعاني، لا إلى الطوائف والمذاهب والأشخاص أو الشخوص. بمعنى يا إخواني، بمعنى أننا لم نتعلم أن نحب العدل. علمونا أن نحب عادلاً، مش لأنه إيه؟ تمثل فيه العدل، مش لأنه عكس العدل والعدالة، أبداً، لأنه منا لأنه منا بس، لأنه سني بنحبه. تبو، طب في واحد عادل وعدل غير سني، لا هذا كخة ما بنحبوش ولا بيسوى شيء. انتبه، هذا المنطق خطير جداً، وهو يأكل الشيعي كما يأكل السني. تعرفوا إيش من لوازم هذا المنطق؟ أننا ببساطة يمكن إذا صار لنا الأمر ومكننا في الأرض، وصلنا إلى سدة السلطة، ببساطة، بل بالعكس أنا أقول لكم المرجح والأرجح، يعني فوق 70%، أن ننزلق فنصير ظالمين والطواغيت. عجيب، ونحن ضحايا الظلم والطغيان، ضحايا الظلمة والطواغيت. كيف صرنا ظلمة وطواغيت؟ تعرفوا لماذا؟ لأننا لم نتربى يوماً على أن نكره الظلم، مش فقط الظالمين، الظلم. حين أظلم أنا، حين أقع في ظلم، علي أن أكره إيه؟ نفسي في هذه اللحظة، أن أكره فعلي على الأقل في هذه اللحظة، وأن أبرأ منه، وأن أعترف وأقول أنا كنت البادئ، كما فعلها الصحابة. الصحابة كذا، أبو بكر بكى مرة في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح، لأن رسول الله تغير على عمر، ورسول الله لا يسخو كما نقول بأبي بكر، لا يسامح أبو بكر هذا الشيء إلا في القيم. انتبهوا، إذا المسألة مسألة المبادئ والقيم، لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا شيء عند الرسول. لذلك يوم أغضب أبو بكر سلمان الفارسي وبلالا وصهيب الرومي في قضية إيه؟ أبي سفيان، مر عليه أبو سفيان فقالوا ما أخذت، في صحيح مسلم، ما أخذت سيوف الله من إيه؟ من عدو الله ما أخذها. عدو الله يدرج يمشي على الأرض إلى اليوم. فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ يريد أن يتألفه ويتحنن يعني قلبه. فبلغت الحكاية رسول الله، الرسول أن غضب على من؟ على أبي بكر. يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. يا رسول الله ما أريد، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. هم لم ترم عنوفهم أيها الإخوة إلا إيه؟ إلا لله ولدين الله. وهذا الرجل كان طاغية، هذا كان طاغوت قريش، يتمنون أن سيوف الله لو أخذت منه ما أخذها، بس للأسف واتته فرصة ونجا. أبو بكر لا، عنده موقف مختلف، يريد أن يتألف قلب الرجل يعني. فقال الكلمة، النبي قال إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله، أو قال أغضبت ربك مباشرة. قيام، هنا مبادئ، ما في استثناءات. ذهب إليه أبو بكر، يا إخوتاه، يعني يا إخوان، يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ استغفروا لي. قالوا غفر الله لنا ولك يا أبا بكر، لا تثريب عليك، انتهى الأمر. هكذا، هكذا يا إخواني، هذا هو. إذن نحن أيها الإخوة يمكن أن ننزلق، لماذا؟ لأننا لم نتعلم أن نكره الظلم والطغيان. فأبو بكر حين إيه؟ لا سنة عمر، ولا سنة عمر، بلغت المسألة الرسول، تغيظ الرسول، أظهر غيظا على عمر، فجعل أبو بكر يبكي، يخاف على أخيه أن يهلك بغضب رسول الله عليه. وقال يا رسول الله والله أنا كنت البادئ، أنا كنت البادئ، أنا الأظلم، أنا الذي ظلمت، وأنا بدأت بالعدوان هذا. شوف ليه أبو بكر يفعل هذا؟ العدل، مش تأتي بمن يحلفون أعظم وأوثق الأيمان زورا لكي تأخذ مال أخيك، مش تحلف تضع يدك على المصحف وتحلف لكي تأخذ أي حق أخيك وتسود سمعة أخيك. أحقر ما يمكن أن ينزلق إليه الإنسان هذا بعد الشرك بالله، ظلم العباد، ظلم الناس. إياك، إن كنت تعلم أن سكوتك عن كلمة أو سكوتك عن حقيقة أو نطقك بحقيقة أو نطقك يمكن أن يضيع أخاً لك أو إنساناً أو يضيع ظلماً، إياك أن تسكت أو إياك أن تتكلم. تكلم واسكت بما يظهر الحقيقة والعدل يا رجل. أنا والله الذي لا إله إلا هو لا أجد إيماني بالله، لا أجد معنى للإيمان بالله إلا في هذه الأشياء. هكذا، إذا لم تتعلم، والله يا إخواني أقسم بالله أنا أتكلم، البعض يقول لك أخذته إيه الآن حماسة وعاطفة، نعم نعم، في الحقيقة أنا مشتاق جدا في الوضع الأخير، في السنين الأخيرة،
مما يتفق لي أن أعيشه وأن أشاهده وأن أسمعه أصبحت محبطاً. والله الذي أهله لقد كرهت الدنيا، أعيش فيها والله وأنا أكرهها. وأتساءل، هل يؤمن الناس حقاً بالله؟ هل تؤمنون بالله؟ هل نؤمن بالله؟ أتساءل، صرت في شك من نفسي، في شك من هذه القضية. هل نؤمن بالله؟ لأن الله لا يمكن أن يكون كلمة على اللسان، الله لابد أن يكون أيها الإخوة قوة ترغب وتخشى وتهاب. لا إله إلا هو، لا يمكن أن أحلف بالله كذبا مهما ولو كلفك قطع عروقك، مش 100 يورو 1000 يورو. إياك أن تحلف بالله كذبا، إياك أن تشهد الله كذبا وزورا، إياك أن تسكت عن حقيقة اطمأن قلبك بها وعلم أنها حقيقة، حتى لا يغضب فلان ولا تغضب إيه فلانة، لا تغضب الطائفة الفلانية وطائفة. إياك يا رجل، ليكن الله في قلبك أعظم من كل شيء، أعظم من الدنيا وما فيها ومن فيها. إن تكن كذلك أنا أقول لك فأنت مؤمن، إن لم تكن كذلك لا والله ما عرفت معنى الإيمان الحقيقي، لا والله. تعرفون كيف يؤمن الناس بالله يا إخواني؟ واسمحوا لي على هذا الانفعال، الناس يؤمنون بالله يتخذون الله نفسه، أستغفر الله أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، يتخذون الله ذاته ذريعة إلى خسائسهم، إلى رغائبهم، إلى مطامعهم الحقيرة. وإلا ما معنى أن تقول لي والله والله والله؟ والله يعلم أنك كاذب، الله اتخذته شبكة أحبولة لكي تصيد بها حقا ليس لك يا رجل، يا رجل أما تعلم أنك ستموت؟ هل عندك يقين بهذا؟ أنا متأكد من كان عنده يقين والله الذي لا إله له لا تلفته الدنيا كلها بما فيها ومن فيها، لأنه يعلم أنه وارد على الله عما قليل، كيف؟ مستحيل. ويعلم علم اليقين أيها الإخوة ماذا شرع الله في هذه الأحوال، مش على قد كيفك، مش على خاطرك، تخلق شرعا من عندك أنت وتصور إلها على قدر غائبك وتقول لا أنا الله حيسامحني أبدا، ما في اللعب هذا يا جماعة. النبي وهو النبي خيرة عباد الله، به هدينا، به اهتدينا، به عرفنا ربنا، يقول لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك. يعلم أنه إن ظلم خادمة أمة مملوكة مشرية بالنقود، إن ظلمها في غير وجه حق سيقتص منه يوم القيامة وهو رسول الله. من أين أتينا إذن بهذا الدين، بهذه الشخصيات، بهذه العقليات؟ أنا أقول لكم صار لدي يقين، مشكلة هذه الأمة مشكلة تربوية وأخلاقية، مشكلتنا مشكلة تربوية وأخلاقية، لم نتربى على معنى الإيمان الحق، لم نتربى أن نحب الله حقا وأن نخشاه صدقا وأن نراقبه في كل أمرنا يا إخواني. لذلك من أين ننصر، من أين نعز؟ هذه الأمة تذل، أنا أقول لكم والله وأنتم ترون هذا، الأمة العربية اليوم تذل وتتقسم وتتشرذم، وهي موعودة بمزيد من الحروب ومزيد من التقسيم ومزيد من المذابح ومزيد من الذل، لأنها ما عرفت الله حقا، لا تريد أن تعرف ربها حقا وأن تتقي الله صدقا. وإلا لنصرها لا إله إلا هو، لهداها سبلا، فإنها تتخبط اليوم، تتخبط في تيه أيها الإخوة مدلهم، حندس مظلم، حيرة والهة، لا تعرف كيف السبيل ومن أين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. إذن يا إخواني علينا أن نربي أنفسنا، وأنا يائس تقريبا من أنفسنا، على الأقل لا نظلم أبناءنا، وتخريبا أنا أرجح أننا فعلنا وظلمناهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تكون ظالما منحرفا عن سواء الشرع والصراط وتربي أولادك على القيم الحقيقية؟ أشك في هذا شكا كبيرا، ستعجز، أنت ستربيهم ليكونوا صورة منك، بل صورة أكثر تشوها منك، فاقد الشيء لا يعطيه، لن تستطيع. التربية ليست بالكلام فقط وليست حتى بالفعال وحدها، أنا أقول لكم التربية بالروح والله العظيم يا إخواني، والله من كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والله من كان له قلب أيها الإخوة يربي ويتربى بالنظرات، يعني لغة صوفية، لغة الحقائق،
والله حين يكون الأب مستقيما والأم طاهرة عفيفة مستقيمة يتربى أولادهم بالروح، بقوة روح الأب والأم. ما رأيكم؟ بقوة الروح، لها ضياء، لها أسر، لها جمال، لها سلطة، لها سطو على الروح يا إخواني. وحين يكون الأب دجالا والأم كذوبا أيضا ملعابا، يخرج الأبناء على شاكلتهم. وإن تكلموا في الدين، ما احنا شفنا ناس وبنشوف ناس يحفظون كتاب الله، يحفظون أولادهم كتاب الله، رأينا هذا وابتلينا بهم. والله يا إخواني الطعن عندهم في الأعراض أسهل من شرب الماء. هذا زاني، هذه زانية، تتخيلوا؟ واحد يحفظ 60 حزبا، 30 جو... أنا أحكي لكم عن حقائق، انتبهوا. يطعن في عرضك وفي عرضي وفي عرضها بكل سهولة، أسهل من شرب الماء. ويعتفك، يختلق الأكاذيب عليك وعليه 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 بكل سهولة. ماذا فعلت فيك 60 حزبا يا حبيبي؟ 30 جزءا، ماذا فعلت؟ لا شيء. لقد شقيت بما تحفظ وبما حفظت، لقد شقيت بما علمت وبما علمت يا رجل. دين الله، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا. هذه الكلمة تكررت في كتاب الله على ما أذكر 3 مرار فقط، في هذه السورة في الصف، وفي غافر المؤمن، وفي سورة النساء. كبر مقتا، المقت هو أشد الكر. الله يقول لك أكرهك أشد الكر حين تكون دجالا. المسافة والفاصلة واسعة جدا، والبون بعيد بين قولك وفعالك. الله يقول لك أكرهك لتعلم أنك مكروه عندي أشد الكراهة. لكن هذه الآن أسلوب في العيش، أسلوب في الحياة، أسلوب في الحياة والتقاط المغانم، أن نقول شيئا وأن نفعل شيئا آخر، وشطارة وفهلوة وما شاء الله ذكاء هذا يا إخواني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود أيها الإخوة، إذن علينا أن نربي أنفسنا إن استطعنا، إن بقي شيء في الإمكان، وأن نربي أولادنا ومن في حوزتنا على أن نعشق المبادئ ذاتها، نعشق العدل لذاته. حين أرى عدلا من مسلم يوافقني، يخالفني، سني، شيعي، إباضي، زيدي، ما يهمنيش، أنحني له، أقدره، أحبه، أهواه، أميل إليه. العدل، حين أرى عدلا من كافر أهواه، أحبه، أحب هذا العدل، انتبهوا، أحب هذا العدل، أحب عدل الكافر. كيف؟ كيف لا أحبه؟ أحبه، أحب عدل الكافر طبعا. وحين أرى ظلما من أبي، من أمي، من نفسي، من أقرب الناس لي، أكرهه وأبرع إلى الله منه. فالمسألة مش أن نحب العادل ونكره الظالم فقط، لا لا لا، نحب العدل ونكره الظلم. وبالتالي أنا أقول لكم، والله لو ربينا هذه التربية ومكن الله لنا في الأرض، محال ثم محال ثم محال، إلا أن يشاء الله ربنا شيئا، أن نصير إلى ظلم الناس وإلى ظلم أنفسنا بظلم الناس، مستحيل. ولو كلفنا هذا، أنا أقول لكم أهون شيء، تعرفون ما هو أهون شيء؟ أن نتخلى عن الزعامة والكرسي. في 60 مليون داهية، بلا زعامة بلا كرسي، بدنا كرسي للعدل، لكي نعدل في عباد الله، لكي نتقرب. قال لك يوم واحد من إمام عادل خير من عبادة كذا وكذا سنة، خير من أن يمطر الناس 60 يوما، يوم واحد يا إخواني، يوم. فأنا أريد هذا لكي يتقرب به إلى ربي، أن أحكم لأعدل. إذا لم تساعدني بطانتي وإخواني وخلاني، لم يساعدني شعبي، لم تساعدني ظروفي، فليذهب الحكم في 60 مليون داهية، لن أبقى فيه ساعة واحدة، سأنبذه نبذ النواة بكل سهولة، بكل استخفاف. لا أريده، لا أريده إلا أن أقيم حقا أو أقمع ظلما وباطلا، كما قال الإمام علي عليه السلام، وقال لهم هذا، هذا اللي خلاني أصير إماما عليكم، وإلا ما بدي إمامتكم هذه، لهي عندي أحقر من ظلف خنزير يتعرقه مجذوم، أكرهها. قال لهم أكره الخلافة وأكره الرئاسة، لكن للعدل، للقيم، وإلا لا أريد. هكذا عمر بن الخطاب أيها الإخوة، الذي لا يهزنا عدله. تعرفون لماذا لا يهزنا عدله؟ لا يحرك أعطافنا وجواحنا، لا يطربنا عدله، لأننا لم نتعلم أن نعشق العدل. فقط هذه المسألة كلها بس، وهذا جزء كبير أيها الإخوة أسس للخلافات الضاربة إلى اليوم بين المسلمين، سنة وشيعة وغير سنة وشيعة. لم يتعلم لا هؤلاء ولا هؤلاء، كذب كذب. أنا أقول إخواني الشيعة ودائما يقال لي لما لا تنتقد الشيعة، تنتقد السنة. أنا رجل أيها الإخوة نفسي توحيدي، وأقول لكم بكل بساطة عشان
يعني إيه صدعوا رأسي بهذا السؤال، لما لا تنتقد الشيعة؟ تنتقد السنة. قلتها 100 مرة، أنا سني لست شيعيا، ولو تشيعت ما هبت إلا الله لقلت هذا على المنبر. أبدا، يرضى من يرضى، يسخط من يسخط، هذه طريقتي بفضل الله عز وجل، لا أخشى إلا الله إن شاء الله أكون كذلك وأكون صادقا في هذا. مادح نفسه كذاب. قلت هذا 100 مرة يا إخواني، لأنني سني لست شيعيا، وأهل إيه؟ البيت أدرى بالذي فيه، أنا أدرى بمذهبي وبديني وبتاريخي وبعلمائي فأنا أتكلم فيما أعرف، وأيضا حديثي هذا مرجو أن يؤدي شيئا في الإصلاح، لأنه من أهل البيت، ما ينفعش. كذلك الشيعي، على الشيعي أن يتكلم في الوسط الشيعي وأن يصلح وأن يستعلم بالحقائق ولا يخاف جمهوره. للأسف هذا لا يحدث لا هنا ولا هنا إلا قليلا وقليلا جدا. ما يحدث هنا وهنا هو استدرار عواطف الجماهير، الغوغاء من الناس، مناجاة عواطفهم أيها الإخوة، تعزيز وتكريس، تكريس وتعزيز غريزة القطيع فيهم أن يتبعوا فقط، يتبعوا الأشياء والأنماط والبرادمات هكذا دون وعي. لا نحب هذا، لأن هذا يغضب الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أنا أقول لكم، السبب الثاني، العلة الثانية، أنا أريد أن أكون عامل توحيد لا عامل فتنة وشرذمة. حتى حديث عن عمر هذا فقط لكي أخفف من غلواء بعض إخوان الشيعة المتعصبين، مش حابين يعترفوا حتى بالحقائق الصارخة الواضحة، مش حابين. إيش هذا؟ إيش هذا الغلو؟ إيش هذا التعصب؟ إيش هذا الكره؟ كيف يمكن أن أتخرب وتوحد بهذا الكره الشديد؟ أتحدث عن متعصبة الشيعة، حقائق بارزة. لما تفترون على الرجل الكبير مثلا؟ ماذا تستفيدون من تحطيم عمر، أسطورة عمر، شخصية عمر؟ ماذا تستفيدون؟ ما هذا الإلحاح غير الطبيعي على تحطيم عمر 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 عمر؟ يا إخواني والله لقد قف شعر بدني، قرأت لبعض إخواني من المتشيعين أو الشيعة، والله العظيم يا إخواني في صفحتي يطعن في محمد نفسه. الله أكبر يا أخي، يعني حقده كانوا يقول لنا دينكم غير ديننا، محمدكم غير محمدنا. يا أخي تبا لك إلى آخر الدهر، ما هذا؟ كفرت يا رجل أنت، كفرت. لكي ينال من عمر سينال حتى من محمد. شو هذا يا أخي؟ إيش الحقد هذا؟ لذلك المراء في الدين غير مستحب يا إخواني، المراء والجدال في الدين مكروه عند الله ورسوله، لأنه هكذا يتأدى بالمرة ربما إلى الكفر والزندقة. نسأل الله أن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا. من أجل ماذا؟ فأنا نفسي وحده، يتعرفون لماذا؟ بالذات في هذه المرحلة التي قرأت روحها قبل سنوات بعيدة، قبل زهاء 15 سنة، وعلمت أنها مرحلة الحروب الدينية والطائفية في بلادنا. علمت هذا قبل 15 سنة، وكنت أقوله باستمرار في خطبي وأصرح به، وأقول بلادنا مزروعة بالقنابل الموقوتة، عما قليل ستتفجر فينا شيئا فشيئا، سنتشظى، ستضيع البلاد، سيهلك العباد، افهموا. ما أحد بده يفهم، لا هنا ولا هناك. والله العظيم الشيعي لا يرضى منك أيها الإخوة إلا بأن تنال من بعض الرموز التي دأب السنة على أن يحترمها ويوقرها، يرضى منك هنا. أما إذا واجهته بحقيقة أنت تدين الله بها يغضب منك، يقول لك لا أغضبتنا، اكتشفتنا لي أنا شيعي؟ أنا قلت لك شيعي، أنا في يوم من الأيام كذبت عليك وغررتك بنفسي وغشيتك عن حق، قلت لك أنا شيعي أو أنا متشيع؟ عمري ما قلتها أبداً، لأن هذه الحقيقة فلا تكذب علي. لكن أنت لم تتعلم أن تخضع للحقائق يا شيعي، كالسني أخيك الذي تشمت به لم يتعلم أن يبخل للحقائق. تمزق الآن، من الصعب أن نتلملم، أنا أقول لكم من الصعب أن نتلملم، ونحن مقبلون على ما نحن مقبلون عليه وأنتم تعرفون. لذلك في هذه المرحلة أسأل الله أن يثبتني، ولا يكتب علي صاحب الشمال أيها الإخوة، ولا يشهد علي تاريخ أمتي أنني كنت عاملاً في التفريق والتمزيق في المرحلة التي يراد لها، يراد لنا فيها أيها الإخوة أن تنفجر فينا قنابل الطائفية لتستحيل حروباً دينية كالحروب الدينية هنا في الغرب الأوروبي التي أتت على ثلث سكان أوروبا. لن أفعلها. تعرفون لو هذا غير موجود أنا سأكون صوتاً من بين أصوات كثيرة أناقش إخوان الشيعة فيما أخالفهم فيه بعلمية، أصبت أو أخطأت، سأفعل هذا كثيراً علشان نتعاون على معرفة الحقيقة. لكن أنا الآن لا أفعله ولن أفعله ولن أخوض في مسائل كثيرة خلافية بين الشيعة والسنة، لأن الوقت غير مناسب، ليس هذا الوقت، وهذا ما يرجوه ويطلبه منا أعداؤنا. فهمتم هذه طريقتي، هذه استراتيجيتي؟ فإن كنت صائبا فمن الله توفيقي تبارك وتعالى.